مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضباب سيميز صبيحة الغد بحول الله كافة السواحل والمرتفعات الداخلية، يجب أخذ الحيطة والحذر لكل الإخوة السائقين. خلال النهار الأجواء ستكون مشمسة على العموم بكافة ربوع الوطن، عدا بعض السحب العابرة نحو الثورة وشمالي الصحراء. الحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب درجة واحدة تحت صفر، وهذا كأدنى مقياس بالجلفة. الدرجة صفر بقسنطينة، باتنا خنشلة حتى بالبيض وسعيدة. 7 إلى 9 درجات نحو السواحل، 5 درجات بشمال الصحراء الواحات والجنوب الشرقي، 9 درجات من تندوف نحو إن سلح، ترتفع إلى 12 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى ستقارب 21 درجة بكافة المناطق الساحلية، 24 درجة كعلى مقياس بتلمسان، لن تتعدى 13 فقط وهذا كأدنى مقياس بالبيض، بينما تصل إلى 16 درجة بالجلفة وقسنطينة. جنوبا 18 درجة ببشار، 20 درجة بشمال الصحراء، 18 أيضا بجانات، 24 درجة بإن صالح بالمنيعة، كذلك بابن عباس وتندوف، وترتفع إلى 29 درجة على مقياس بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب على كافة المناطق الساحلية، رياح ضعيفة شرقا تكون معتدلة بسواحل الوسطى والغربية ضمن تيارات غربية إلى جنوبية غرب.